لكل لقاءات وفي الآونة بالذات يعلن الحكم على بداية المباراة أو بالأحرى بدر الدين وتصويبة أولى من أقدام عزيز بن عمر. عزيز بن عبد الله بسيقه اليمنى بشي وزع كورة بخارج الرجل، توزيع في القائم الأول والحكم يعطي مخالفة. قدم اللاعب لياسر المجري يوزع كورة في القائم الأول، تتجاوز الجميع، يحاول بمقصية يلعب بين دوية، ترجع له كورة بدر الدين يمررها لخليل السعيد، يوزع في منطقة عمليات، يدخل الدفاع. حتى المنتخب الوطني التونسي سبق وأن كورة خطيرة والحكم يعطي أسبقية اللعب، تتقص كورة وترجع من جديد. قلعة التريكي كما جاتي بعد الخطر وموجود الحارس، السكورة ما توصلش، حنزولي موجود في رأس السكوح، يقول سكورة توصل لمن؟ لرأس الحربة بلال التويتي، تتقص كورة من الجربوعي لمن؟ لمروان السعيدي، موجود السعيدي في التشكيلة هذه والتشكيلة ذاك. أسامة البجاوي يتوغل في الرواق الأيمن ويوزع بسيقه اليسار، رأسية وسهلة في دين الحارس رياض جماعة، تتقص وترجع النادي الاتحاد حمام لمفة طويلة، موجود اللاعب في مرة أولى بعد ما طلب منه المدرب نتاعو. السكوحي بسيقه اليمنى يوزع عرضية ويتدخل الدفاع، أسامة البجاوي، أسامة البجاوي يوزع وبالبوكسي بعد اختار في مرة أولى الحارس رياض جماعة. عزيز بن عبد الله يوزع في القائم الأول ولكن قصيرة، توزع الكرة تتصوب الكرة مباشرة ولكنها عالية، طويلة كرة وبالراس سهلة في دين حارس مرماه رياض جماعة. كرة كانت من محمد علي بوروبا، دقيقة لاعب من هذا الشوط الثاني، بوروبا يوزع في القائم الثاني ويتدخل حاج سالم في مرة أولى، تمشي كرة موسى يوزعها طويلة والحارس على مرتين، الحارس على مرتين ياخذ كرة نتاعو، توصل للشرقي يعمل كنترول، الشرقي يلعب مع بوروبا، الشرقي يتوغل في الرواق الأيمن يمرر كرة ويتدخل الدفاع في مرة أولى، يعطي إشارة التنفيذ الحكم، تتصوب الكرة وترتضم في فؤاد الخرايفي مخالفة. بوروبا، بوروبا يوزع بوروبا ويمهد بالراس ولكن الحكم فهناك رفع راية والجربوعي قروية، توزيعها في القائم الثاني بالراس ما ياخذهاش العبد سعد اللاوي لبيت العمل السليم في بنية تحتية، قلنا تصويبة ولكن جانبية. لحبيب غرايري يوزع كرة في القائم الأول ويتدخل الدفاع، ماذا أراد أن يفعل بوروبا لا أدري، ولكن الذي نعلمه أن الحكم في هذه الآونة بالذات حكم مساحة هيثم الطرابلسي يعلن على نهاية اللقاء والمباراة بالتعادل السلبي 0-0.